ترأس المونسنيور غازي خوري كاهن رعية مارشر بالمارونية في الأردن القداس الإلهي في العهد السادس بعد العنصرة، والذي قدمه على نية شفاء المرضى. وتحدث خوري في عظة القداس عن دعوة الرسل الأولين وتشبيههم بالخراف التي تقدم كل ما لديها للآخر، كما شبه قدسه الرسل بالحمام الذي يطير بالبشارة عالياً ويحتمل المصاعب كافة في خدمة الآخرين. حكى يسوع عن الرسول، وحكى عن التعامل مع الرسول. الرسول بده يكون كالخراف، أي متواضع، أي إنه منساق، منساق إلى كل شيء، إلى العطاء، إلى التضحية، إلى البهدلة، منساق. بده يكون حكيم أيضا، عنده حكمة وفطنة، لأنه موضوع لي اليد وأخذ الروح القدس بيكون عنده حكمة غير حكمة هذا العالم. أوقات كتير ما بيفهموه، وهون ما نقدر نميز ما بين إنه حكمة إلهية أو حكمته هو الخاص. وهي كيف بتصير التمييز؟ بصير التمييز إذا كان عنده جماعة معه كمان مثله رسل وماشيين بهدي الله، بيقدروا هن يميزوا معه، وبيقدروا هن يحموه من أي فكر بشري، من أي أنانية بشرية، لأنه مش هينة تحمل المسؤولية وأخذ القرار والحكمة الإلهية في قلب هذا المرسل.